اخويا حلمك عليا شويه، الكلام اخد وعطى. امال صاحب المحل فين؟ بصراحه هو اللي بعرف اتفاهم معاه واتكلم معاه. او عندك اخو صاحب المحل تفهمي معاه. شوف يا عم وليد. امور يا حاجه، صاحب المحل بيجيب حاجه بس من بره وجاي. سخان الغاز دون بصراحه كده عاجبني وعايز اشتريه، بس بصراحه كده عايزك تنزل لي منه كده يعني ايه قول 10 جنيه. صدقي وتأمني فيه؟ بالله لا اله الا الله. السخان ده لو لقيتيه في اي حته تانيه بره بيتباع بنفس السعر اللي احنا بنبيع بيه هنا، انا اشيل منك اي كميه موجوده. ده سخان الماني يا حاجه، وارخص من اخواته 25 جنيه. يا اخويا ما هو ده اللي مخوفني ومخلي الفار بيلعب في عبي، اقل من سعر السوق واقل من اخواته ب 25 جنيه. قول لي انت بقى، يبقى السخان فيه ايه؟ يبقى معيوب؟ جينا بقى للكلام اللي ما يجيبش همه. انت مش فليتي السخان وطلع الماني وشفتيه حته حته؟ ايوه فليت. طيب يا ستي دي بقى شطاره محل، احنا بنعرف نجيب بضاعه بسعر رخيص عشان نريح الزبون بتاعنا. وشوف انت برضو عايزه ايه واحنا تحت امرك. ماشي يا سيدي. الو يا وليد، ادينا اخوك. ربنا يبعته بالسلامه ان شاء الله يا معلم. ما قالش رايح فين؟ ده ما ظهرش من امبارح، وقبل كده كان مسافر. ما انت عارف زيزو، محدش بيعرفه المشاوير يا معلم. طب بقول لك ايه يا ابني، مش محتاجين بضاعه ولا حاجه ابعت لكم؟ تعيش يا معلم، تعيش الله يخليك. انا هقوم ابص بصه كده اشوف ايه اللي ناقص، اما يجي زيزو هساله بقى. لما يجي خليه يكلمني ضروري في المعرض، عاوزه. انا يا معلم. حاضر، اي خدمات تانيه؟ سلام. اتفضلي. تمام كده. يا لهوي ايه ده؟ ده انت ما عملتليش خصم على الفاتوره خالص. لا بصراحه بقى اخوك 100 فل و10، عمره ما مشاني من هنا وانا زعلانه ابدا، كان دايما بيعمل معايا احلى واجب. ماشي يا ستي 10 جنيه، بس انا مش عاوزك تتعودي على كده، احنا بنعمل معاكي كده بس عشان لسه فاتحين. تشكر يا زوق. بالسلامه يا ست الكل. من يد بني ادم. يا بكر. يا عم لسه ما شرفش. يا عم لسه ما شرفش. بكرة حضر يا عبد الشيخ الشروعي. الحمد لله بالسلامة، أنا مسعدكم كحل إن شاء الله. أجيب لك زيها ولا أجيب لك قماش وأنت تفصله؟ ما هو أنت مش فالحين غير في البرطامة. جرام على مين؟ مش هينفع بقى بصراحة الشغل ده خالص، ده إحنا قربنا على الظهرية. جرام يا وليد، مش ناقص غير إن أنت تقوم وتديني بالقلم يا جدع. يا عم ده حتى المرياسة عيب على الريق، بتعمل حموضة في الحجاب الحاجز. جرام يا عم شبر، ومش حلو الوش ده على الصبح كده. ماشي يا عم، بس الحلو بتاكل. ويابو اللي بتاكل رش. احنا جايين من ظهور، ايه يا عم على الصبح منك ليه؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا عم وليد، ما تطلب لنا قهوه كده نفوق بيها على الصبح عشان نفهم الدنيا عايزه مننا ايه. القهوه عند بتاع القهوه يا اسطى منك له. روحوا على القهوه كده اعملوا استباحتكم براحتكم خالص، ولما يبقى يجي زيزو يبقوا تعالوا ان شاء الله. ماشي، ماشي. بس خليك فاكر انت اللي بتزعق لنا وبتطردنا من الورشه. ماشي يا عم شوي. ماشي يلا يا بكرو. يلا شبرو. يلا يا بكرو. ويا ابو المفتري. يلا على الظالم والمفتري. سلام يا معلمين. العيال دي مش هتجيبها البر يا عم. دول معلمين خلاص، براحته بقى، خلي زيزو يشرب. اخو زيزو هو المسؤول عن كل الكلام ده. الحمد لله على سلامتك يا بطل. انا سالت عليك في المينا قالوا لي طلعت من 4 ساعات. يا باشا انا ما اتاخرتش عليك، انا من المينا على سيادتك على طول. بطلع فلوسك عشان تعدها. هدي انا هدي وراك يا زيزو. رجع الفلوس يا نبيل. انت عادي رجع الفلوس يا زيزو. انا مش هدي وراك. رجع الفلوس واقعد. يلا طبعا دول زي ما سيادتك عارف كل فلوس صفقه بودره الميلامين. الصفقه دي اختراعك من الالف للياء يا بطل. مش عارف بتجيب الافكار دي منين بس. يا باشا ده اطباق الميلامين مالت مصر، وبعدين اي واحد معاه قرشين يجي فاتح لي مصنع تحت بير السلم. قلت احنا بقى لازم نحط على المصلحه ونشوف لقمه عيش وسطيهم. برافو عليك. بس بص بقى، انت لازم تحتفظ بقسيمه الجمارك عشان نقدمها للضرايب. اوعى تنسى تقدم قرارك الضريبي الشهري زي ما نسيت في صفقه الجزم. لا انا اتلسعت بقى النوبه اللي فاتت. ما تشوف لك يا اخي محامي او محاسب قانوني ياكلوا جنبك عيش ويخلصوك من المواويل دي. انت عايز تعورني ليه يا باشا؟ مش كفايه النسبه الغامضه اللي سيادتك بتقطمها؟ مش ليه يا ابني، احنا معانا ناس كتير. مش معقول يا زيزو كل التسليكات دي وما عداش على بالك انه في ناس كتير جدا بتخلص لنا كل خطوه. وماله؟ ما هو كله بتوجيهات سعادتك يا باشا. لا برافو، لغتك اتحسنت والبدله كمان. مش هتقول لي بقى بتعمل البدل دي فين؟ حلوه. دي عار. انا هدي لك بقى عنوان الراجل بتاع البدل بتاعي وتروح تعمل عنده حاجه. اه صحيح، ما عندكش حد عايز يروح الحج؟
اشمعنى؟ التلامذه بتاعتي هم اللي ماسكين القرعه السنه دي وعايزين يخدموني. ما تطلع الحاجه كده تزور وتتمتع، ولا عايز تبخل عليها؟ لا يا باشا ابخل، ده منى عيني. طيب طلع عليها جواز مستعجل، قدمه وادفع الرسوم وسيب الباقي عليا. باشا انا كنت عايز سيادتك في موضوع تاني برضه. قول. وليد اخويا بتاع كليه التجاره، ماله ده؟ طمعان له كده في شغلانه يعني سيادتك حلوه. طب هو اتخرج بتقدير كويس؟ لا هو لسه في الجامعه. امال هنشغله فين بقى؟ خليه معاك في المحل يشرب الصنعه ايام الاجازه. ما هو معايا فعلا يا باشا، بس انا عايزه يعني يشتغل شغلانه كده بدون اجر في بنك تحت التمرين يعني، او يحك بقى في الدفاتر والحسابات. ماشي ماشي يا سيدي، بتتشطر في دي كمان، هنعينه لك في البنك اللي حسابك فيه تحت التمرين وبمرتب، ولما يتخرج هنثبته كمان، بس خليه بقى يجيب تقدير عشان ما يحرجناش. لا لا يا باشا، دوات زي الفل ولهلوبه، وانا هبقى اجيبه المعليك يتعرف عليك برضه ويزيدنا شرف. باشا وانطجي. عموما انت تستاهل كل خير، دماغك وزنها ذهب، وهيبقى في شغل كبير جدا بيننا يا زيزو. وانا يا باشا معاك بامر الله لحد ما تزهق مني، وجاي لك بقى في مصلحه جديده، المحمول. محمول؟ ايه المحمول ده؟ المحمول الموبايل. ايه يا باشا؟ الموبايل. وماله العفريت ده بقى؟ ده الناس كلها في سيرته اليومين دول. انا عن نفسي متعود على التليفون العادي، مش مستعد ان انا اغيره واوجع دماغي. لا يا باشا، ده اللي جاي والدنيا كلها تشتغل فيه، نخش احنا بقى في السبوبه في اولها عشان نعدي. معلش يا زيزو انا مش حاضر المره دي، الفلوس دي جت في وقتها من ايدك لايد ناس تانية، وبيني وبينك بقى انا اتورطت في قعده حريمي مع هوان وكبار. ما تزعلنيش يا زيدان بيه وشاركني، وانا ما قدرتش ازعلها وشاركتها. قريه سياحيه لا جات لي على البال وعلى الخاطر. بيني وبينك انا حاطط ايدي على قلبي، بس ما كانش ممكن اقدر ارفض. خساره دي الايام الجايه يا باشا ايام المحمول، وبقول زيزو قال. خلاص يا سيدي خش انت وفرجني، يمكن بعدين تقنعني اسحب فلوس من البورصه واشاركك. لا لا يا باشا انا ما احبش التردد، انا هبدا كده مع نفسي الاول في كميه صغيره استطلع السوق يعني، ولو لعبت نخش بتقلنا سوا. مش بقول لك دماغك متستفه؟ ابتدي بس انت، ولو حد ضايقك بلغني. ها طبعا يا فندم. ما تقاسم بقى يا باشا عشان نتوكل على الله. قاسم ايه؟ الشكاره اللي وردت من شويه دي، ايه هو سيادتك نملت ولا ايه يا باشا؟ انا اصلي مش نايم من امبارح يا زيزو. باشا يا باشا ربنا يعينك. وبعدين في اللي احنا فيه ده اصلا؟ اللي هو يا بكرو، احنا زي الفل اهو، بنشقى طول النهار وبنرجع اخر الليل نغمز اللقمه وبعدين نحبس عشان ننام عشان نصحى ونشقى تاني، وزي ما انت شايف ادينا اتنطقنا والحياه بقت فله وجبنا توم اهو. بس انا مش متكيف يا اسطى. اغير لك الميه ولا لا يا بكرو؟ البني ما بقاش يخش بيتنا. ما قصرتش الكيف ده شبره. طب قول وقصر. لا يا اخويا هو هيقصر عشان يروح عشان ينام. اسكت يا ام سعيد، انا مش راجل قاعد صادق ولا ايه؟ ده ضيفنا. قول يا بكرو. احنا بقينا صبيان عند زيزو يا اسطى، زيزو بتاع زمان اللي كنت ده بتطرقع له وهو عيل صغير، دلوقتي احنا عيال عنده، ولا هنقعد كار البياعه ولا هنقلب تجار ولا عمرنا هنعمل مصلحه جنبه. اتلم يا غراب البين، اتلم يا اخويا، ده انتوا من يوم ما اشتغلتوا مع زيزو وانتوا قشيتوا يا اخويا بقت معدن بعد عيشه السنكحه. وانت مالك يا جماعه؟ ايه ده؟ انت بتفتح الشبشب على مراتي وانا قاعد يا بكرو؟ جاوبك على دماغك بيها يا شبرو. كده؟ انت بترفع بطاطك عليا يا شبرو؟ نسيت العيش والبلح اللي بيننا والصحوبيه؟ كنا بنقول ايه؟ انا حابب المصلحه يا اسطى، هو عايزين لنا بالقرشين اللي بيديهم لنا؟ عايزين لنا يعني هنفضل كلاب كده جنبه على طول واقفين على رجلينا طول النهار، ولما هو يسافر يوم يبعت الواد اخوه التلميذ يتنرقص علينا ويفضل طول النهار يدق على المكتب، على الطبله، على الاله الحزقه. شكلنا وحش قدام اصحابنا السوابي يا بكرو. تلم يا شبرو، اتلم يا اخويا وخلينا عايشين. تلم حسساني ان انا مش راجل قصادي. قومي من هنا بدل ما اعلم على وشك يا بنت. قومي من هنا. صل على النبي. قومي من هنا. صل على النبي يا اسطى، ده بره الشرانيه. اهدى بقى، صل على النبي. اهدى. اثبت. اديني هديت اهو. اسمع يا بكرو، عايزك كده بقى تقول لي ايه الخطه اللي هنعملها مع اللي اسمه زيزو ده.